أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كرهت المرأة أن يتزوج عليها زوجها زوجة ثانية مع علمها بأن هذا مما أنزله الله في كتابه وعباده، هل تدخل في كره ما أنزل الله؟ هذا تكرر السؤال هذا. هذا قلنا هذه كراهية طبيعية، ما هي كراهية دينية، ما هي بتكره ما أنزل الله، هي مؤمنة ومسلمة، ولكن هذا من باب الغيرة النسائية، الغيرة بين النساء، هي كراهية طبيعية فقط، لا يعتبر هذا من كراهية ما أنزل الله، وإنما هي كراهية للضرة فقط. نعم.